على النقطة هذه تحديدا عبد الرحمن غريب لما نفذ ضربة الجزاء طبعا رونالدو قدم نتيجة مجهود عبد الرحمن غريب. عبد الرحمن غريب أتوقع أنا ما هو في حسابات المدرب حتى اللاعب السابع في تنفيذ ضربات الجزاء، هناك أولويات رونالدو عندك ماني لعيب المحترفين، فهو ترتيبه دائما أمثال هؤلاء اللاعبين ترتيبه أن السابع الثامن في تنفيذ ضربات الجزاء، هو حب يبادر. لكن عبد الرحمن غريب كان جدي، والدليل أنه حتى عندما عادت الكرة من الحارس المرمى راوغ اللاعبين وسجلها مرة ثانية واحتسبت. بس ما ننتقص منه أبدا، موضوع فيه يعني قابل وجهات نظر متعددة يعني طبيعي، بس أنا ما أبغى أن يكون كان فيه أنت بتدافعون عبد الرحمن غريب. لا ما ندافع، لا لا على ضربة يعني جزاء تحديدا عبد الرحمن غريب عادي طبيعي يعني عن طريقة تنفيذ اللاعب فقط يعني ماشي. طيب نرجع مباراة أبو رواف يعني